من خبرة حضرتك يا ست اللي هو عايز اعرف النهارده في 2018 بعد انتشار انواع كتيره بقى من المخدرات، ما بقاش الموضوع بودره وهيروين وكذا، بقت حتى حبوب عاديه وحاجات منتشره بين الناس. النهارده بتشوف الدوله على الصعيد الامني يعني ازاي بتواكب الانواع دي، وازاي بتواكب طرق بيعها وتجارتها وحتى استيرادها من الخارج او تصنيعها طبعا محليا يعني. طب احنا بس عايزين نبتدي نفصل المشكله اللي موجوده دي عليها. المشكله اللي موجوده حاليا انتشار مخدر الاستروكس والفودو اللي عمل شعبيه في الشارع كتير جدا، وعمل تداعيات موجوده خلت الاضواء كلها مسلطه على هذا المخدر. صحيح. طب ليه المخدر؟ نجاح اجهزه المكافحه في الحد من المخدرات الطبيعيه ودخولها للبلد، اجهزه مكافحه العرض زي الاضاعه مكافحه المخدرات، زي قوات حرس الحدود، زي امن المواني، زي رجال الجمارك، قدروا يحدوا بشكل كبير جدا من المخدرات اللي داخله لنا. يعني سواء كان من ناحيه الصحراء الغربيه قوات حرس الحدود وقوات المنطقه الشماليه الغربيه العسكريه ظبطت كميات كبيره جدا من الاضاعه مكافحه المخدرات، ظبطت كميات كبيره جدا من الحشيش. النهارده الحشيش غليت اسعاره وبقى صعب جدا الحصول عليه. المخدرات الطبيعية زي الهيروين زي الأفيون زي الكلام ده كله بقى من الصعب. بيلجأ المهربين إلى استحداث أنواع جديدة من المخدرات. هذه المخدرات أقوى تأثيراً. معلش يعني حضرتك قصدك إنه الداخلية مشددة على الحاجات اللي كانت بتيجي من بره، فبقوا تجار المخدرات بيستحدثوا أنواع تانية جوه؟ حضرتك قصدك كده يعني ده المعنى؟ ده المعنى. إن أنا النهارده قدرنا نحد بحد كبير جدا من تهريب المخدرات ووجود مخدرات في الشارع. ابتدوا تجار مخدرات موجوده يا فندم في الشارع. لو سمحت لي حضرتك بس اكمل بس بعد اذن حضرتك الفكره. يعني فضل. احنا بنتكلم عن مخدر موجود. هذا المخدر عباره عن ايه؟ عباره عن عشب بيترش عليه مواد كيميائيه. هذه المواد الكيميائيه بتدي تاثير اقوى 100 مره وارخص من المخدر الطبيعي الموجود، سواء كان البنجو او الحشيش. يعني الاستروكس او الفودو، زي الاستروكس هو الفودو هو واحد، هي مواد كيميائيه بيتحط عليها ماده متطايره زي الاتير او زي الاستون او زي الكحول، وتترش على عشب، العشب ده الدميانه او البرداقوش، وبيتباع. التاثير بتاعه تاثير قوي جدا، وتاثير بيدي هلاوس سمعيه وبصريه. صحيح. وبيدي ركفه في الجسم. صحيح. وبيدي حاجات هم في انتقال لعالم تاني كده، ما تبقاش واقف على الارض مش مركز. في ثلاث اقسام مختلفه عن بعض وتاثيرات مختلفه، ويمكن الدكتور عبد الرحمن هيتكلم فيها. صحيح. تاثير الاستروكس والفودو، وده تاثير اللي هو القنابيات اللي هو التتراهيدروكانابينول والمشتقات بتاعته، وده بيدي هلاوس السمعيه وبصريه، وبيدي ركفه في الجسم، وبيدي ذهان في العقل، وبيدي شعور بالارتباك. في الفلاكه ده موضوع بتاع الكاسينون اللي هو موجود في نبات القات، وده من المخدرات المدمره، وده اللي بيعمل عمليات الزومبي زي الناس اللي بيجوا على الفيديوهات المنتشره في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هو اللي بيقع في الارض وبيحاول يعض وبيحاول، وبيبقى عنده درجه حراره الجسم عاليه جدا، ارتفاع في سرعه ضربات القلب، ميول عدوانية. الكيتامين النهارده بيتاخد، الكيتامين بيترش على الاعشاب الطبيعيه وبيستخدموه برضه في التعاطي. هذه المواد النهارده الاداره المركزيه للصيدله قدرت هي والاداره مكافحه المخدرات وشؤون الصيدله يدرجوا 16 ماده. 16 ماده. هل تعرفي حضرتك ان مجموع المواد اللي موجوده حوالي 1500 ماده؟ 1500 مادة. هل تعرفي ان في ناس عصابات تهريب في الصين موجودة بتعرف انت ادركت ايه في مصر او في اي بلد في العالم، ويبتدوا يغيروا في التغيير الكيميائي بتاع الملح؟ يعني انت ادركت 16 مادة. ده ايه العصابات دي؟ كويس. ده ايه الاجرام ده؟ بيلعب في التركيبة الكيميائية ويهرب لك حاجة جديدة لما تخش وتتظبط ما تبقاش مجرمة، انما تدي تأثير اقوى من التأثير الاولاني. إذن لابد من مواجهة تشريعية جديدة تخرج خارج الصندوق وتقدر تواجه الخطر اللي موجود. خلي بال حضرتك،
هذا الخطر مش موجود في مصر، هذا الخطر موجود في العالم. الفلاكة أكتر مكان منتشرة فيه في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، موجودة في الهند وباكستان وفي الصين. المخدرات جريمة عالمية ما هيش مرتبطة بمصر، إنما جهود أجهزة مكافحة العرض خلت النهاردة أولا لما يتهرب كيلو مواد كيميائية ويتحط على 100 كيلو عشب يعمل 100 كيلو ستوكس او 100 كيلو فول. ما هو هيتهرب ازاي يا فندم؟ يعني مطارات مثلا يتهرب في المطار يا يعني فندم؟ ده احنا لما بنيجي من بره بنتفتش تقريبا، يعني بيبقى مقربين نتفتش تفتيش ذاتي يا فندم. السؤال شنو بتبص عليه؟ السؤال يا فندم، هل ودلوقتي بقينا بنقلع على الاحذيه كمان، ما كانش السيستم ده موجود قبل كده، ودي حاجه كويسه ان احنا اتطورنا في التفتيش. تجديد التفتيش في المطارات في العالم كله، منع تهريب المخدرات عن طريق المطارات لا يمكن. الجريمه موجوده، يعني لا يمكن ازاي يا فندم؟ مش اي ماده بيضاء اي حاجه مش بتظهر في الشنطه مش بيحصل حاجه بيحللوها؟ هيجيب الماده البيضاء هلاقي فرد واحد بس فاسد في المنظومه، هيحطها في الشنطه. لابد ان هناك وسائل عديده للتهريب، ووسائل مبتكره ووسائل مستحدثه في التهريب. اذا او الاتفاق مع ناس بتشتغل في المطارات زي ما او اي مكان. تمام. انما انت بتتكلمي لو كيلو فقط من المواد الكيميائيه دي اللي بتنتج نفس تاثير الحشيش او نفس تاثير التتراهيدروكنبنول او تاثير الفلاكه اللي هو الكاسينون اللي هو بتاع القات، واخد بال حضرتك، او تاثير الكيتامين القات ده اللي هو موجود منه في اليمن، اللي موجود منه في اليمن في الصومال وفي اثيوبيا. الكلام ده ينتج لحضرتك كتير جدا. المشكله انه هو رخيص في متناول اليد، ارخص وبيدي تاثير اقوى. ولذلك التاثيرات اللي بتحصل في الشارع في الشباب تاثيرات عنيفه جدا. والنهارده المخدر برضه مرتبط بالحاله الاقتصاديه اللي لدى الافراد. فيعني الناس كانت بتلجا للبنجو والحشيش موجود ليه؟ البنجو ارخص. فابتدوا النهارده يلجاوا للستروكس والفودو لانه اقوى واسرع. طيب هنعرف برضو تأثيراتهم الصحية ايه بقى والخطر بتاعهم لما ايه. لما ترجعي لي حضرتك ان شاء الله هكلم حضرتك. احنا قدرنا يعني او رؤية وزارة الداخلية في مواجهة الموضوع ده تبقى ازاي. طيب سيادة المستشار